اهلا بكم متابعي انفاس تيفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. لقائنا اليوم الموضوع ديالو هو العمل الجمعوي ومدى انخراط الشباب فيه. معنا اليوم شاب اللي من الناشطين في العمل الجمعوي اللي غيحدثنا على تجربته في هذا الميدان هذا. اهلا. اهلا وسهلا. في البدايه نبغي نقربوا الناس من العمل الجمعوي. العمل الجمعوي هو واحد الفضاء اللي كيخول الشباب انهم يطوروا من الذات ديالهم وميم طون كيعاونوا الناس. فالعمل الجمعوي في هذه الاونه الاخيره كنلاحظوا انه تبارك الله مزدهر وفي تطور ملحوظ بعد ما كان واحد الركود اللي كان واحد عده سنوات، ولكن الحمد لله بفضل عده جمعيات اللي عندهم معروفين بالنزاهه ديالهم وبالمصداقيه ديالهم، فلاحظنا ان بدا التطور عاوتاني في العمل الجمعوي بدا كيحيا. العمل الجمعوي هو واحد الفضاء اللي كيخليك تعلم بزاف ديال الامور وميم طون كتعيش واحد التجارب في الحياه ديالك اللي تقدر تفيدك من بعد. هذا الشيء اللي كاين، هذا هو العمل الجمعوي بخلاصه. وبالنسبه لك انت كشاب عندك التزامات، عندك ممكن دراسه وعمل، فكيفاش كتقدر انك توفق بين هذا الشيء والعمل الجمعوي؟ فهو العمل الجمعوي حنا انخرطنا ليه كانت تقريبا عندي شي 15 عام، فيعني كيف ما كنقولوا ولات عندنا داخله في لاغوتين ديال الحياه ديالنا، يعني ما تقدرش ما ديرش العمل الجمعوي. واخا الوقت عندك عامر، عندك قرايه، عندك خدمه، عندك التزامات عائليه، ولكن كتحاول توفق ما بيناتهم، كتحاول تقاد الوقت ديالك باش او ميم طون توفق بين العمل الجمعوي وبين الحياه الشخصيه ديالك، وهذا راه كيرجع بالنفع عليك لانك كدير واحد الحاجه ديال الخير فربي راه كيجازيك عليها وكيوفقك عليها. ذكرتي واحد النقطه اللي مهمه، قلتي واحد الحاجه اللي ديال الخير، فاحنا كنشوفوا البعض لانه البعض الجمعيات اللي كتدمج بين العمل التطوعي الجمعوي وبين السياسه، فشنو تقدر تقول في هذه القضيه؟ هو صراحه خاص يكون فصل بين هاد جوج ديال الاطراف، لان الجمعيات ما خاصش ينخرطوا في العمل السياسي. كيف ما كتعرفوا الجمعيه ديالنا جمعيه كازا الشباب، فحتى شي واحد ما منتمي لشي حزب او لا شي حاجه، يعني لا منتمون كاملين لا ممبر كاملين. ف لان كيف ما كيعرف الجميع هادشي ما خصوش يتخبى، لان الجمعيات كيخدموا في الحملات الانتخابيه وكيحاولوا يسوقوا للحزب ما او لشخص ما، فهادشي ما خصوش يكون، خاص الجمعيات يكونوا منفصلين على السياسه. وبالنسبه لك انت شنو اللي شجعك بانك تنخرط في الجمعيه مثلا كازا شباب بصفتك عضو فيها، وشنو اللي شجعك انك تنخرط فيها؟ جمعيه كازا شباب كانت جمعيه ديال الحي ديالنا، كانت نشات في الحي ديالنا وكنت مازال صغير وكنت كنشوف لي زاكتيفيتي اللي كانوا كيديروا، فملي وصلت للسن 15 عام انخرطت معاهم وبدينا كنديروا دي زاكتيفيتي بحكم هذاك الشيء اللي كنت كنشوفهم كيديروا وبحكم الاخ الاكبر ديالي كان حتى هو في الجمعيه، دونك انخرطنا معاهم مجموعه حنا ديال الشباب في هذيك لا جينيراسيون، لان حنا الجمعيه ديالنا ديما كتقلب على الخلف، ديما كنقلبوا على الخلف، ديما كنحاولوا نبنيو واحد لا جينيراسيون اللي غتبقى من مورانا حنا. فالجمعيه ديالنا حنا الان معنا دراري اللي مازال عندهم 14 عام 15 عام اللي كنوجدوا فيهم باش هما ان شاء الله من بعد يكونوا في بلاصتنا، لان كيف ما كنعرفوا الجمعيات كتقدر توصل لواحد لاج اللي ما غاديش تبقى قادر انك تمارس العمل الجمعوي سيرتو مع لاج ملي كتكبر شويه، دونك كنوجدوا ديما الخلف باش الجمعيه ديما تبقى مستمره والعمل الخيري يبقى ديما مستمر. بالنسبه للجمعيه ديال كازا شباب انت متكلف بالشباب ديالها، يعني بالاعضاء الشباب، فشنو هي النسبه ديال الشباب اللي منخرطين في الجمعيه؟ النسبه زعما لا ترونش داج كاين بين 15 14 سنه حتى ل 25 سنه. والنسبه ديالهم من بين الاعضاء كاين 30 مومبر. يعني واش شحال كيشكلوا من بين الاعضاء ديالها؟ يعني الشباب شحال كيشكلوا من بين الاعضاء؟ كيشكلوا تقريبا نسبه 70%. يعني هي كتمركز، هي الاسم ديالها اصلا كازا شباب، دونك قائمه على الشباب. كاين فئه ديال الناس الكبار اللي كيحاولوا يأطرونا، كيحاولوا هما اللي كنت كيعاونونا وكيعلمونا بزاف ديال الحوايج في العمل الجمعوي بحكم الاكسبيريونس ديالهم، كتلقى عندهم تبارك الله 20 عام ديال الاكسبيريونس ولا 25 عام، فكيحاول يعلمك شي حوايج باش انت تكون قادر انك دير دي زاكتيفيتي ودير بزاف ديال الحوايج بلا ما كتلقى حتى شي عراقي. كاينش اقصاء للشباب في القرارات اللي كتسهم الجمعيه؟ بالعكس هو كاع لي زاكتيفيتي كنلقاو المسانده، اي فكره كنلقاو مسانده، وحتى في شي حوايج اللي شخصيه ديالنا كنلقاو المسانده ديالهم معنا، دونك هما ديما معنا مادين لنا يد العون ديالهم، كنشكرهم من هذا المنبر. وشنو تقول الجمعيات اللي كتقصي الشباب؟
فالشباب هما العماد ديال المستقبل، هادشي معروف. يعني كنحاولوا نقولوا لهاد الجمعيات انهم يشاركوا الشباب في العمل الجمعوي، لانه غادي يعود بالنفع عليهم وعلى الجمعيه وعلى الشباب. هادشي كينقد الشباب بزاف ديال الحوايج اللي كنعرفوا، المخدرات ولا الانحراف اون جينيرال. فكندوا وكنطالبوا من هذه الجمعيات انهم يديروا هذا العام، يحاولوا يجيبوا الشباب ينخرطوا في هذا العمل الجمعوي معاهم، باش يكون ديما الخلاف وديما الشباب يبقى عندهم هذا الحب للعمل الجمعوي. بالنسبه للجمعيات كنعرفهم كيديروا انشطه بزاف، وديك الانشطه كتكلفهم، يعني كتكلفهم بعض، كتخصها امكانيات ماديه. فبالنسبه للجمعيه ديالكم شنو كديروا في هذه القضيه؟ واش كاينه شي جهات اللي كتمولكم؟ هو صراحه ما كاين حتى شي جهه كتمولنا. حنا كن العماد ديال لي زاكتيفيتي ديالنا هو لي كوتيزاسيون ديال لي مومبر وديال المحسنين اللي كنشكرهم تما من هذا المنبر بزاف، لان صراحه فين ما كنحتاجوهم كنلقاوهم. كاينين لي كوتيزاسيون ديال المحسنين وديال لي مومبر كيف ما قلت لك. وحتى حنا لي جون ولينا كنفكروا اننا كنديروا دي زاكتيفيتي بور كوليكتي دي دون، يعني كنديروا واحد النشاط لجمع التبرعات، سواء كيكون حفله اولا بحال مثلا اخر نشاط اللي كنا جمعنا به دي دون هو الاحتفال بعيد المراه، اللي دخلنا من خلال واحد الموارد ماليه اللي غادي تكون خصيصا لواحد البير ان شاء الله اللي غادي تفتح هاد السيمانه هادي في نواحي ديال مدينه مراكش ان شاء الله. واخر حاجه بغينا نطرقوا لها هي مدى مساهمه الدوله في الاحياء ديال هذا النشاط، هاد الانشطه الاجتماعيه. هو الدوله كنلقاو السند ديالها، كنلقاو المساعده ديالها، غير هو بقدر ما هو اوتوريزاسيون، ما هو تعاون معنوي اكثر صراحه. اما المادي باقي فيه شويه الاشكال، لان عارفين كاملين ان الميزانيه ديال الجمعيات اللي كتعطى للجمعيات كتكون شويه ما كافياش باش دير انشطه بزاف سنويه خلال السنه. فان شاء الله نتمناو من الجهات المسؤوله انها تلتفت للجمعيات وتخول لهم ميزانيات اكبر باش يقدروا يديروا بزاف ديال الانشطه خلال السنه. شكرا بزاف. وكان هذا مشاهدينا هو لقاءنا اليوم، وهذا هو الموضوع ديالنا، على امل اننا نلقاكم في لقاء جديد وفي موضوع جديد. السلام عليكم.